دكتور، يعني الألف من أكتر الحاجات اللي ممكن لو حصل فيها مشاكل نبقى حاسين بعدم الراحة طول اليوم، نبقى حاسين إن هي مأثرة على أدائنا، نبقى حاسين في حاجة غلط، يعني مش عارفين نتنفس بأريحية. أكيد دي مشكلة مش سهلة. خلينا الأول نشرح للناس كده التشريح الخاص بالأنف ودور الأنف الوظيفي، وهل دورها خاص بس بالتنفس، يعني النفس يطلع ونفس يخرج بسهولة بس؟ الأنف طبعا ربنا خلقها ليها فتحتين، وفي كل فتحة في 3 غضاريف، الغضروف السفلي والأوسط والأعلى. 3 غضاريف بتبقى عاملة زي ايه، 3 دوائر كده فوق بعض. والأنف بيبقى فيها شعر، فيها دورة دموية جميلة جدا، فيها مخاط. فبالتالي بنقول ان الانف دي جهاز تكييف على اعلى مستوى. بمعنى لو الجو حر والهواء داخل بدل ما يخش على الرئة سخن، الانف بتبرده. لو الجو بارد الانف بتدفيه. لو في تراب الشعيرات بتحجزها. لو في حاجات خفيفة يعني حبيبات رفنعة جدا، المخاط بيروح لقيتها. وبالتالي بينزل الهواء على الرئه مكيف تماما، على يعني ايه، على قد ما الجسم يحتمله. تمام. فهنا حضرتك الغضاريف ربنا خلقها ليه؟ عشان تبقى زي ممرات، يعني لو مش بيخش مندفع، لا ده بيخش ويلف حوالين هذه الغضاريف. يعني ده دور الغضاريف موجوده في الانف. غضاريف الانف دورها انه الهواء يمشي من حواليها. عشان ما يبقاش مباشر ده. يعني مثلا لو احنا في ايام برد جدا، يعني ساقعه جديده، ما ينفعش ان الهواء الساقع ده يدخل مباشره طبعا بنفس حرارته على الجسم، فبالتالي يعمل لنا مشكله. بالظبط. او لو احنا في الايام دي اللي احنا بنمر بيها بقالنا اكتر من اسبوع، ودرجات الحرارة عالية جدا وشديدة جدا وقوية جدا، فبالتالي انه لو الهواء سخن مرة واحدة دخل على الرئة، جوه على الرئة، ايوه، بتهيألي كمان هيحصل لنا يأذيها طبعا. صحيح. فاحنا عشان كده الملفات اللي بيلفها الهواء دي علشان يعني درجة الحرارة تظبط، تبقى زي درجة حرارة الجسم، فبالتالي وفي نفس ما يحصلش مشاكل. اي شوائب الانف بتحجزها. الانف دي طبعا لو احنا قعدنا نتأمل فيها نقول سبحانك يا رب، يعني فعلا حاجة يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى بتبان في الأنف. يعني لما نقعد نتأمل ان الأنف ربنا خلقها فتحتين، وفتحتين دول مش بيشتغلوا مع بعض، ناحية بتشتغل وناحية بتريح. وبعد نص ساعة تقريبا بيبدلوا. يعني لو شفت عندي انا اهي الناحية دي شغالة، التانية مسدودة، بعد نص ساعة هيبدله. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي، وبتهيألي المعلومة دي هتفاجئ ناس كتير من اللي قاعدة بتتفرج علينا النهاردة، يعني معلومة ما سمعناهاش قبل كده. إحنا متخيلين إنه الفتحتين بيشتغلوا في نفس الوقت، وعشان كده من الخطأ إن أنا لما أجي أحط النقط أحطهم الاتنين مع بعض. لو حطيت نقط للأنف مش هتشتغل. لا، هيسلكوا الاتنين سوا. وده غلط. النقط دي فايدتها ان هي مضاده للاحتقان. لا، يعني ده غلط. غلط ان انا احط النقط يعني في الفتحتين مره واحده. بالظبط كده، هشغلهم الاثنين سوا. بعد لما ينتهي بقى مفعولهم نص ساعه تقريبا هيتسدوا سوا. صحيح. هبقى عايز احط تاني وتالت ورابع. يعني المريض اللي هو مش فاهم بيستعمل النقط بطريقه غلط، هيضطر بقى عاوز بقى ايه، كل نص ساعة ساعة يحط النقط. لا، هو الحقيقة أغلبنا يعني هيستغرب المعلومة، وأغلبنا كان بيعمل اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي، ومتهيألي إن الحلقة دي يعني هتخليهم يعرفوا الطريقة الصح اللي يستخدموا بيها الأطارات الخاصة مثلا بإن هم يتنفسوا بشكل أفضل. ما ينفعش نحط القطرة في الفتحتين مرة واحدة. بالظبط. يعني بنحط في فتحة وبعد نص ساعة نحط في الناحية التانية. دي معلومه يا دكتور هتفاجئ ناس كتير قوي النهارده. هي معلومه جميله جدا والناس مش واخده بالها منها. رغم ان احنا قلناها في حلقات كتير قبل كده. المعلومه دي اتقالت في حلقات كتير، يمكن ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي. طب بالمناسبه بقى يا دكتور، ايه دور القطرات اللي بنحطها لما بنحس انه
في مشكله في الانف او انه مناخيرنا بالبلدي كده زي ما بيقولوا مسدوده. نقط الانف عباره عن ثلاث انواع. يا اما بخاخات الكورتيزون، يا اما بخاخات ماء البحر، يا اما نقط مضاده للاحتقان. نقط المضاده للاحتقان دي اللي هي المعروفه بقى كتير قوي باسماء تجاريه كتير، اللي هي النقط العاديه، وفي بعض النقط العاديه بتبقى بخاخه. يعني بدل ما بيحطوها في ازازه نقط بتبقى بخاخه. عشان استخدامها يبقى اسهل. عشان يعني يبقى الاستخدام سهل. او ننقط النقط. احنا لما بنحط النقط لازم نجيب راسنا لورا ونحط نقطتين ونعمل كده وبعدين نعدل وزياده تنزل من قدام، لان لو حطينا راسنا ورا ازيد من اللازم النقط هتنزل في الظهر. مش مشكله، هي بتبقى مره ولا حاجه مش مهم، حتى لو بلعها الطفل او الكبير مش اشكال. لا دايما هسال على النقطه الزياده اكتر، هي لانه كلنا لما بنرجع راسنا لورا عشان نحط النقط اغلب النقط بتنزل في الظهر، هي ملهاش اي اضرار صحيه؟ لا ملهاش يعني اي اضرار. دايما اسال، هي مثلا النقط دي لو نزلت في المعده بعد كده اكيد بعد الظهور ولا اي حاجه هتنزل في المعده، هل ملهاش اي مشاكل صحيه؟ لا خالص خالص خالص. نيجي بقى بعد كده نمرق دي عشان تزيل الاحتقان، عشان تفتح المناخير لو مناخير مسدوده تسلك. ودي المفروض تبقى فتره مؤقته مش عمال على بطاله على طول، لحد بس ما العلاج يجيب نتيجه. زي انا مثلا مصدع خدت مسكن على ما العلاج يجيب نتيجه. انا مش هاخد المسكن على طول، يبقى النقط هنا بتبقى حاجه للضروره، حاجه وقتيه عند لزوم يعني. وقتيه تساعد العلاج وتساعد المريض ياخد نفسه، ولكن هي مش علاج للمشكله نفسها. لا هي علاج مسكن عشان اقدر اخد نفسي بشكل فيه اريحيه، ولكن هي ما عالجتش المشكله، المشكله هي لسه عندي لازم اكتشفها وشخصها وعالجها. طيب دكتور حياتك لما اتكلمت على تشريح الانف او شرحت لنا الانف دي بتتكون من ايه من جوه، قلت غضاريف وشعيرات دمويه وشعر عالي عادي عشان يستقبل او يصطاد الحاجات اللي ممكن تدخل واحنا مش حابين ان هي تدخل مجرى التنفس، فبالتالي ده يخليني اسال. عشان كده الناس اللي عندها مشاكل في الشكل الخارجي للانف او اجرت اجراءات تجميليه او جراحات لتجميل الانف بعد شويه لانها بتستأصل في الجراحات دي بعض الغضاريف الموجوده في الانف، بتحس ان عندها مشاكل في التنفس. الغضاريف بتتضخم احيانا وبتسد المناخير، ونعمل الاشعه المقطعيه تبان على طول ان الغضاريف دي متضخمه. علاجها استئصال جزئي وليس كلي. والاستئصال الجزئي ده عباره عن ثلاث انواع. يا اما بيبقى يحصل جراحيا بنقص جزء من الغضروف، ودي تقريبا يعني اتبطلت في العالم كله. لان انا مش معقول غضروف تضخم اروح اقصه، صعب، ده ربنا خلقه وله فايده. ولكن بنعمل له انكماش. الانكماش دوت بيبقى بطريقتين، يا بليزر، وده طبعا غالي، اجراء غالي، او بحاجه تشبه الليزر اللي هي زي كي او دياسيرمي الى اخره. تمام، دي بتعمل انكماش للغضروف. يعني انا بصغر حجمه، بصغر، ولكن انا ما بستأصلهوش بشكل نهائي، لان لو استأصلته هتبتدي تحصل المشاكل اللي اتكلمت عليها دلوقتي الخاصه بانه الشخص مش عارف يتنفس بشكل جيد. صحيح شكل مناخيره بقى افضل بكثير، صغرت، ولكن هو بقى من الناحيه الوظيفيه تأثرت جدا. ما هو مش معقول ربنا خلق مثلا صباعي ورم اقوم اقص حتى منه، طبعا صعبه. الغضروف احنا نخليه ينكمش ويرجع لوضعه الطبيعي. هنقول طبعا ما نقدرش نقول زي ما ربنا خلقه، نقول يشبه اللي ربنا خلقه او قريب من اللي ربنا خلقه. دكتور كنا بنتكلم على العمليات الخاصه بتجميل الانف، وانا كنت بسال حياتك في الفاصل، الانف دي زي ما فيها غضاريف وزي ما فيها بقيه المكونات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، هل فيها عظام كمان؟ طبعا فيها عظام. احنا لو قلنا الانف ادي فتحتين اهم، في النص ده الحاجز الانفي. الحاجز الانفي بيبقى زي غضروف. وطبعا غضروف ليه زي حاجه ماسكاه في النص كده، هو وحاجه بقى ماسكاه، وفي عظام الانف. والحتتين دول تراي لان هم غضاريف، زي غضروف الودن ده كده. تمام، دول تراي بيتحركوا يمين وشمال عشان ايه؟ مع التنفس بتفتح وتقفل.
احيانا بقى بتحصل تجميل ان انا مثلا بشد الجلد ماشي شويه مش مشكله، بشد جلد الانف انما عشان العب بقى في العظم والحاجات دي كلها دي ممكن تحمل اضرار للمريض. طيب انا بسال حياتك السؤال ده ليه؟ لان احنا لقينا ناس كتير قوي حوالينا الفتره اللي فاتت الاخيره دي اصيبت بمشاكل صعبة جدا وقوية جدا في الأنف نتيجة عمليات تجميل في الأنف. ما بتكلمش على فكرة على ناس مشهورة أو شهيرة، بالرغم إن في ناس شهيرة حصلت لهم مشاكل جامدة جدا فيما يخص الأنف، مثلا فقدان حاسة الشم أو إنه الشكل اتغير جدا نتيجة عمليات التجميل. ولكن أنا بتكلم حتى على أشخاص موجودين في الحياة، لانه العمليات دي بقت موجوده وبقت تتعمل بصوره يمكن تكون منتشره او واسعه، وبعد كده حصلت لهم مشاكل تخص التنفس، مجرى التنفس، تخص الشم، ان هم فقدوا حاسه الشم. وحياتك انا عايزاك تتكلم على المشاكل او المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجه عمليات تجميل الانف. احنا بقى دلوقتي بنتكلم على الوظيفه الخاصه بالانف، ايه اللي ممكن يتأثر في وظيفة الأنف لو تمت العملية دي بشكل مبالغ فيه، أو تم استئصال عظام كتيرة من الأنف أو غضاريف أكتر من اللازم؟ ايه المضاعفات اللي ممكن الشخص يعاني منها بعد إجراء جراحة تجميل الأنف بشكل غلط؟ هو طبعا ممكن نضطر نعمل جراحات للأنف، زي مثلا واحد وقع اتكسر فالعظم ده لازم نرده تاني لمكانه، او لو الغضروف اتكسر وما اتلحقش وقعد فتره طويله فيحصل اعوجاج فبيسد ناحيه عن التانية، وناحيه تبقى واسعه قوي وناحيه تبقى ضيقه قوي. لازم اعمل تصليح لان انا اظبط الحاجز الانفي ده في النص. نيجي بقى العمليات، بقى احيانا الناس عايزه تصغر الانف. لما بنصغر الانف فاحنا بنصغر فتحاته، هنضطر نعمل استئصال بقى للغضاريف لان الدنيا هتضيق. فبالتالي طبعا احنا بنقول ان انا لما بيبقى عندي زكام ولا برد ولا غيره الشم عندي بيقل او يروح. ليه؟ لان انا عندي الاعصاب بتاعت الشم عباره عن زي كده وفوقيها غشاء. لما بيجي مثلا حاجه الماده دي بتدوب وكيميائيا العصب ده بيحسها يقول دي ريحه برفان، دي ريحه تراب، دي ريحه حاجه بتتحرق الى اخره، فبيشمها كويس. لما بيحصل برد الغشاء المخاطي ده بيتخن بيورم، فالمسافة هتبعد. فعلى حسب بقى ما يجي الايه وصل للعصب كمية قد ايه هيبقى انا شامم حاجة خفيفة او مش شامم خالص. يعني العصب ده لو تأثر هو بيأثر بدوره على حاسة الشم. بالظبط. احيانا بقى حاسة الشم دي لأي سبب بقى من الاسباب الاعصاب دي بتلتهب والمريض بيطنش ما بيتلحقش، وفي الحالة دي الشم بيروح وممكن ما يرجعش. لو هو فرض ان الحاسه دي لحقنا بسرعه ونعالجها، وانا بقول طبعا الكورتيزون احيانا بيستخدم في غير اوانه، انما في الموضوع ده لازم ندي كورتيزون. ليه؟ الكورتيزون هو اللي هيقلل التورم دوت، فهيخلي الايه الغشاء المخاطي قريب من العصب فبتدي ترجع حاسه الشم تاني. لان لو حصل انه الشيء اللي ما بيستعملش بيضمر. صحيح. لو انا الشم ده منتهي خالص وانا مطنش فممكن ما يرجعش تاني. طيب انا لسه هتكلم على حاسه الشم دي وتاثرها بعوامل كتير حصلت خلال الفتره الاخيره زي كورونا مثلا، لانها تهم ناس كتير قوي. بس هناخد اول تليفون معانا في الحلقه ونرجع نكمل. استاذ علي. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا استاذ علي؟ اتفضل. الحمد لله. انا كنت اكلم الدكتور. طبعا. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك، اتفضل. اهلا وسهلا. هو حضرتك يا دكتور انا بقالي فتره طويله قوي داخل على اكثر من شهرين عندي مشكله في دوران جامد عندي، وانا اصلا عندي بقالي فتره عندي قولون عصبي. هو كان الدكتور قال ان القولون ممكن بيعمل الدوار بيأثر بيعمل، بس الموضوع عندي زايد قوي. ففي ناس كتير قالت لي الافضل انك تروح لدكتور انف واذن، ففعلا رحت لدكتور انف واذن من حوالي اسبوع وكشف عليا بالمنظار اللي هو المنظار الضوئي، فقال لي ان في ودنك في الاذن الداخليه في حاجه عندك اسمها دوار حركي. كتب لي على ثلاث انواع اعراض بدون ذكر اسمها، قال لي تمشي عليها وبعد كده تجيلي بعد اسبوع. بعد اسبوع ما رحت له قال لي في نوع هتمشي عليه لمده شهر وفي نوعين هتمشي عليه لمده شهرين. قلت له يعني هو قال ان الموضوع هيطول؟ قال لي الموضوع طبعا هياخد وقت.
وفعلا انا اول ما بنزل الشارع على طول يا دكتور بحس فعلا بحاله دوار، هو يعني مش دوار يعني مش جامد قوي، بس بحس بدوار وبحس في الرؤيه دي في تشوش في الرؤيه. فانا كنت سالت الدكتور قال لي قال لي ان هو الدوار الحركه بيعمل كده. فانا بس عايز اتاكد هو فعلا الموضوع هيطول فعلا، هياخد شهرين يعني ممكن فعلا ياخد شهرين، والاعراض اللي بقول لحضرتك عليها دي فعلا بيعمل الاعراض دي. بس هو ده سؤال حضرتك. حضرتك ليك اسئله للاستاذ علي؟ لا خلاص، هو الدوار الحركي. شكرا يا استاذ علي واسمعني. شكرا يا فندم، شكرا جدا. الدوار ليه اسباب كتير. نمره واحد مثلا انخفاض السكر، انخفاض الضغط، في حاجه مثلا في المخ الى اخره. ولكن 90% من الدوار، لو قلنا عندنا 100 واحد عندهم دوار، هيطلع 90 منهم سببهم الاذن. وانا بقول الانتقال من السخن للبارد فجاه، يعني مثلا انا في الشارع وجسمي سخن مولع نار، وصلت البيت فتحت التكييف ورحت فاتح المروحه، هلاقي نفسي ممكن جالي دوار. الدوار بتاع الاذن بيزداد مع الحركه، الحركه في اربع اتجاهات، لفوق او لتحت او شمال او يمين، في اي اتجاه من دول ممكن يحصل الدوار. واحنا بنخاف جدا 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 على مريض الدوار الحركي بتاع الاذن ده، بالذات بالليل لما يجي يقوم من النوم عشان يخش دوره الميه، لانه ممكن يقع. ممكن يقع الوقعه دي، يعني التوازن ويقع، ولو شخص بقى كبير في السن كمان هتحصل له مشاكل، ممكن يتكسر، ممكن صحيح. يحصل خبطه في الدماغ في اي حته. عشان كده بنقول ايه بقى، لازم لما يجي يقوم ادي هو نايم، يقوم الاول يقعد، وبعدين يروح منزل رجله، وبعدين يقف وهو ساند، وبعدين يمشي ساند في مكان يسند عليه، مش يمشي في وسط الصاله مثلا فيقع يتكسر، مش هيعرف يوزن نفسه. الدوار بتاع الاذن احنا بنقوله بيشبه واحنا اطفال صغيرين لما كنا نبقى نازلين من المرجحه، طلعنا المرجحه نازلين عندنا دوار، وعندنا زغلله في العين، وعندنا قيء او ميل للقيء، وضربات قلبنا ملخبطه، وحرانين وبردانين، الدنيا بتبقى ملخبطه خالص، ان عصب الاتزان ايه؟ بتلخبط. طبعا واحنا صغيرين عندنا عصب الاتزان والودن من جوه، واخبر حضرتك والسائل والقنوات الهيليه الى اخره، دي لسه نشيطه جدا، فعلى طول 5 دقايق كان الدوار ده بيروح ونرجع تاني نطلع المرجحه مره تانيه وهكذا. فحضرتك هو الدوار بيبقى دي نفس الاعراض، زغلله في العين ودوار، واخده بال حضرتك ميل القيء او قيء احيانا، وضربات قلب ملخبطه، والمريض يحس بحران وبردان وعرقان الى اخره. تمام. وبعد شويه بيروح. دوار بقى اي شيء في الاعصاب في جسم الانسان مش اقل من شهر العلاج، مش اقل من شهر، لازم يمشي على العلاج فتره طويله. يعني ما يتخيلش ان هو ياخد العلاج من اول يومين ثلاثه اسبوع يتحسن. لا صعب، هو يتحسن بس مش هيخف، ولو بطل العلاج هيرجع تاني. طيب استاذ عبير. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا، اتفضلي سيادتك. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك سيادتك، ربنا يخليك، اتفضلي. انا عندي ابني سنه ونص يا دكتور. سنه ونص. وعنده ضعف سمع. تمام. هو بياخد علاج دي 4 شهور لان اسمها ميه. ميه ورا الطبله. وما بتتنزلش خالص بالعلاج ده. والدكتور حدد له العمليه شرط يعني. تمام. بس انا خايف يعني يحطوا له العمليه دي ولا ايه عشان ضعف السمع. طيب حضرتك هو ضعف سمع، انت عملتي له مقياس سمع وضغط اذن؟ عنده عملت له اختبار سماعه. طيب السمع كويس؟ لابس سماعه هو. لابس سماعه يعني العصب تعبان. عنده ضعف سمع 70%. في فقدان 70%. وكمان في ميه ورا الطبله. ايوه يا دكتور. تمام. طيب بشكرك يا عبير. دكتور عايز اسالها اسئله؟ لا خلاص. بشكرك يا عبير، تابعين. هو عندنا كده مشكلتين. مشكلة في العصب ومشكلة في الأذن الوسطى. العصب ده احنا عندنا الأذن 3 حتت. الجزء الأول القناة الخارجية دي الفتحة من هنا لحد الطبلة. دي طولها في الإنسان البالغ 3.6 سنتي. في الأطفال تبقى أصغر.
بعد كده الطبلة والاذن الوسطى اللي هم ثلاث عظمات بتوع الاذن الوسطى. بعد كده بتبقى الايه؟ الاذن الداخليه اللي فيها الاعصاب بتاعه الاتزان والسمع. في اطفال بتتولد احيانا سمعها ضعيف او سمعها مفيش خالص. اللي مفيش خالص ده بيبقى حله زرع قوقعه. انما اللي سمعه ضعيف يبقى حله منشطات للسمع بالاضافه الى السماعه عشان يعرف يتكلم، لانه الطفل لما بيسمعش هيطلع اخرس عشان مش سامع، لان الكلام هو انا بسمع فبردد نفس الكلام. انا اتولدت الاب وام مصريين وعرب، هتكلم عربي، لو انجليزي هتكلم انجليزي وهكذا. صحيح. لانه السمع ده عباره ان بيخليني اقلد الكلام. بس في مشكله تانية عندها بقى، اللي هي ميه ورا الطبله. الميه ورا الطبله دي لو ما خفتش، اولا الميه ورا الطبله دي اتكونت ازاي؟ لانه اكيد كتير من الناس دلوقتي سمعت التعبير ده مش فاهمه يعني ايه ميه ورا الطبله، اتكونت ازاي، ايه المشكله اللي وراها. زي ما ستك بتقولي كده بيتخيلوا ان انا مثلا طفل وهو بيستحمى الميه دخلت. لا، هي الميه ما دخلتش بالطريقه دي. هو عندنا الطبله بتاعتنا او الاذن الوسطى دي عباره شبه الطبله الفخار. طبله وبعدين انبعاجه كده، دي اسمها الاذن الوسطى، وماسوره دي قناه ستاكيوس. قناه ستاكيوس فاتحه فوق في سقف الحلق فوق اللوز، ولو في لحميه تبقى ورا اللحميه. لما بتتسد الهواء اللي جوه ده الجسم بيمتصه ويبتدي النسيج اللي جوه يرشح ميه، وبعد كده الميه تتحول لمخاط، وبعد كده المخاط يتحول لصديد وتعمل مشكله. يبقى اذا عندنا مشكلتنا كلها في فتحه قناه ستاكيوس. واي واحد فينا هيحس لو عنده برد، هو اللي هو الصوره اللي هي باينه ديت اهيت، فيها قناه ستاكيوس، وادي الاذن الوسطى، وادي الايه؟ الطبله. لو احنا عندنا طبله فخار وجيت اطبل هسمع صوت حلو. طب لو قفلت الفتحه الصوت هيبقى مكتوم. فكلنا لو حصل لنا برد قناه ستاكيوس دي الفتحه بتاعتها بتقفل، فبتروح عامله الايه؟ الانسداد. طبعا في الاطفال غالبا بتبتدي ترشح ميه ورا الطبله، ويبقى حلها في الحاله زي كده هو ان احنا بنشق الطبله ونحط انبوبه. بس احنا كده عالجنا الايه؟ الميه. ما عالجناش السبب، فهتفضل ترشح السبب مره ثانيه ورا. طبعا الانابيب دي ما بين يعني بكتير وست شهور بتقع. غير الانابيب الدائمه، ما اقدرش احط انابيب دائمه في الاطفال. يعني المشكله دي هتبقى متكرره وسببها ايه بقى؟ اللوز واللحميه. طب الطفل هنا ده سنه ونص، صعب جدا ان انا اعمل له ايه؟ عمليه. الكتب العلميه كاتبه ان احنا بنشيل اللوز واللحميه في سن 3 سنين. وما حددتش يعني ايه 3 سنين. لا يعني 3 سنين، هي 3 سنين واضحه يا دكتور. لا يعني ايه ما حددتش يعني ايه 3 سنين؟ هو سنتين ويوم بقينا 3 سنين. امتى يعني حياتك بتقصد امتى بالظبط؟ ما قالتش 36 شهر. هي قالت 3 سنين وسكتت. ففي بعض الاطباء يعملوها بدري بعد ما السنتين خلصوا، احنا دخلنا دلوقتي 3 سنين اهو. وده غلط جدا لو اتعمل. لا مش غلط. لا صح، هو بيتكلم صح. وفي ناس قالت لا ده 3 سنين ويوم. انا فاكرة ان 3 سنين يعني 3 سنين تخلص نبتدي نعمل الاجراء ده. طب ونفترض بقى ان في ميه ورا الطبله، ولا في بقى مشاكل في صدر العيل، هنا يبقى ولا لازم في بقى قبل الام في رجليه وفي بطنه، نشاط روماتيزمي. مش هستنى بقى لما يحصل مشكله. يبقى في ناس فصلت سنتين يعني ويوم. في دواعي ان احنا نعملها بالظبط قبل السن ده. وفي سنات فصلت 3 سنين ويوم. انا بقى فسرتها الوسط، سنتين ونص ويوم. بقينا كده ايه؟ قربنا من ال3 سنين اللي هي تقفل، وبعدنا عن السنتين ويوم، يعني خلينا في النص كده. تمام. عموما دي بترجع لراي الطبيب المعالج مدى خطوره الامر ومدى استعجال نوع الحاله. طب مشكلتنا ايه بقى؟ اللوز لما بتتشال ما بترجعش، انما اللحميه ترجع مره ممكن ترجع. تمام. طب خلينا نتكلم على القصه دي لانها مهمه وتهم كتير من الامهات اللي عندها اطفال تحت 3 سنين او فوق 3 سنين بشويه، وهي مشكله حقيقه منتشره ومتكرره، اللحميات او اللوز. بعت تليفون استاذ احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ احمد، اتفضل. ممكن اعمل مداخله لو سمحتي؟ طبعا.
انا هو بحب اتابع الاعداد البرنامج والقائمين على البرنامج يعني لدور الثقافه والتوعيه الصحي يعني. بشكرك جدا. كنت بسال الدكتور بس انا لما بنام واقوم النوم بيحصل عندي زكام وبعديها بخمس عشر دقايق بيفك الواحد من الزكام ده. ما اعرفش انا كده عليه. بنام كويس بقوم النوم يبقى عندي زكام ده. سنك قد ايه؟ عندي 37 سنه. 47. تمام. لا ده 10 سنين يا استاذ احمد. كده انت بتغلط في 10 سنين. معلش بقى. ولا يهمك اتفضل. طيب يعني حياتك بيجي لك الزكام ده اول ما بتقوم ولكن بعد شويه بتحس انه خلاص ما فيش اعراض؟ مجرد ما اغسل وشي واتنشع والكلام ده واقول لهم اتنشع وكده بيروح بعد خمس دقايق. هو يعني ايه زكام؟ ان مناخير حياتك تبقى مقفوله؟ بحس الزكام احتقان. احتقان. وفي سؤال تاني بس هسأله الدكتور بس. اتفضل هي المدام بيجي لها دوار وبتاع العيال بتاع الدوار ما بيروحش. وابتدى الضغط يبقى كويس. مش عارفين ايه اساس الدوار ده يعني مش بيجي لها ليه؟ حضرتك محتاج تسأله اسئله؟ هي عملت اختبارات اتزان ولا ما عملتش؟ لا ما عملتش بس بيجي لها طبعا الدوار يا دكتور كان الاول بيجيب معاها نتيجه دلوقتي ما بيجيبش نتيجه. طب ما تعمل اختبار اتزان يمكن يكون حاجه اسمها منير ديزيز ودي بتبقى عايزه علاج طويل ممكن العمر كله كمان. بس الدوار ده بقاله فتره قريبه يعني مش فتره بعيده يعني. ماشي ما تمشي احنا زي لسه قايلين من شويه ان علاج الدوار مش اقل من شهر. مش اقل. بسبب الاذن حضرتك سمعت شويه بقول لك بسبب الاذن الداخليه حاجه زي كده. ايوه صح مع الحركه بيزيد الدوار وده العلاج ما يقلش عن شهر. بالنسبة بقى لحالة حضرتك الأنف واضح إن حضرتك طبعا ممكن بتكون وأنت نايم مثلا مولع مروحة تكييف في روائح جنبك إلى آخره فالدنيا بتتهيج فبتقوم الصبحية جسمك الحمد لله قوي وكويس بيتغلب على هذه الحالة بعد ما بتنظف مناخيرك وكده وخلاص ودي طبعا مش مشكلة إلا تشوف أنت بقى إيه السبب اللي عامل مع حضرتك كده. يعني مش هو بحسيتها أنت مثلا ولا؟ لا حسيتها خمس دقايق وهتروح مش معقول. لا الحساسية دي بتبقى يعني في حساسية مزمنة العمر كله وفي حساسية بتروح بالعلاج وهكذا. وكان حصل يا دكتور قبل كده ان انا حصل عندي من فترة يعني صليت على اللوز وكنت واخد علاج مضادات حيوية كتير وانواع مختلفة ما كنتش بخف يعني فلما جيت عملت تحليل سكر بعدها اكتشفت ان عندي السكر. طيب ما هو السكر هو بيقلل المناعة يخليك كل شوية لو سكر عالي يبقى المناعة هتقل يبقى العلاج بتاعك هيبقى صعب. فلازم تظبط السكر. السكر لو خف. ظبط السكر كويس عشان العلاج يجيب معاك نتيجه. يعني كان سبب السكر اللي هو موضوع اللوز اللي على صليد والكلام ده كان سبب السكر يعني. ما هو السكر يجيب اي مرض. ما كانش بيقدر يستجيب على المضاد الحيوي. طبعا. يستجيب على المضاد الحيوي، المضاد الحيوي ما هو اكيد يا استاذ احمد هو الدكتور قال لحضرتك ده كان بسبب السكر الغير متشخص او غير مكتشف ودلوقتي حضرتك اكتشفت بقى ان انت خلاص بتعاني من السكر هتظبطه فبالتالي المضادات الحيويه هتجيب نتيجه لانه سكرك مظبوط. انا بشكر حضرتك جدا. انا بشكرك. دكتور السكر ليه تاثير على المناعه مظبوط؟ طبعا ليه تاثير فبالتالي الحاله اللي هي كانت بتجيله كل مره او المتكرره بشكل كبير وهي الاصابه اللي كان بيقول كان عنده برد متكرر بيجيله برد كل يوم الصبح هو اي منه ده عشان مناعته ما كانتش مظبوطه لان سكره مش متظبط. طبعا احنا المرض السكر بالذات احنا ما بنسموهش مرض بنسميه مجموعه امراض او لانه بيضرب حاجات كتير في الجسم بالظبط سموه بقى في الاخر مش دايابيتس ميليتس ديزيز سموه سندروم. سندروم يعني متلازمه. متلازمه يعني متعدد الامراض. يعني السكر بيرفع الدهون اللي في الدم وخاصه الدهون الثلاثيه فبيروح عامل تصلب في الشرايين يروح عامل ضغط عالي ياثر على القلب ياثر على المخ ياثر على العين ياثر على الرجلين والايدين يعمل تلميل لانه بيعمل تلف الاعصاب الطرفيه يعني عشان مش يعمل ضعف مناعه فعشان كده يعيا برد كتير بالظبط فلازم يتظبط ده مع ده ومش يظبط سكر بمعنى ان سكري كويس خلاص لا يعني اعمل وظائف الكلى ووظائف الكبد واعمل الدهون اللي في الدم واعمل كل الفحوصات بحيث ان انا ما اطلطش بالسكر في حته من الحتت يعني صحيح بس
استاذ عربي. عليكم السلام، اتفضل. يعني من 12 يوم كنت رحت كشفت دماغي، نص دماغي صغار. وبعد كده بتتنقل بتيجي على الشمال وعلى اليمين، وجع جامد، صداع مع وجع جامد. رحت كشفت مخ واعصاب، فقال لي اعمل اشعه مقطعيه، عملت. فبراسين اليمين كانت بتجيب دم، اليمين بس بتنزل دم. فقلت له يا دكتور ما انا بتنزل دم، قال لي اعمل اشعه. فعملت الإشاعة، قال لي الإشاعة حلوة، وقال له المراخينة فيها انتهابات روح قلب وأذن، وجع شديد بروحه فيه، كان كاتبني على مرهم وبرشين، أعمل إيه أنصح بيه؟ طيب حضرتك هي الشكوى الأساسية صداع، صح؟ صداع مع ألم، اللي كان مع بعضه، مع وجع ألم. ألم. ألم في الدفاع. بتنقل من الشمال، بتنقل من الشمال لليمين دلوقتي، بيروحوا ليه؟ تمام. صداع كان بيتنقل من الشمال لليمين، طيب هنا الصداع بيزيد امتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ بيجي له في أي وقت، بيروحوا ليه؟ حتى لما يكون نايم الساعة 3 بالليل نوم مصحين. تمام. الألم مصحين. خلاص أوكي. صداع جيوب. بشكرك يا أستاذ عربي. اتفضل، عايز تقول حاجة؟ كان رحت له وعملت الإشاعة، الإشاعة حلوة، فقال لي في التهابات في مراحينك روح قلب وأذن. تمام. بتستعمل الأعصاب. تمام. طيب بشكرك يا أستاذ عربي، واسمع دكتور هيرد عليك حالا. أولا عشان نشخص الأنف لازم أشعة مقطعية على الأنف، الجيوب الأنفية. علشان نشوف في صديد في جيوب، إحنا عندنا كام جيب أنفي؟ عندنا 8، 4 يمين وأربعة شمال. في اللي هما الاثنين اللي تحت العين، وفي اثنين هنا فوق العين، وفي اثنين جنب العين، وفي اثنين ورا العين. الجيوب الأنفية ديت أحيانا بيلتهب واحد، أحيانا بيلتهب الثمانية، على حسب ما المريض ابتدى يسأل ويستشير إن هو يشوف إيه الموضوع. اللي بيبين الجيوب الأنفية دي الأشعة المقطعية، هنشوف فيها إيه. صداع جيوب الأنفية بيزيد مع النوم ومع الراحة، عكس أي صداع. يعني أنا لو صداع نتيجة أي سبب دخلت أنام أقوم كويس، أبتدي أبذل مجهود الصداع يبتدي يزيد، ما عدا الجيوب الأنفية. أريح الصداع يشتغل، أتحرك وأقوم وأشتغل الصداع إيه؟ يختفي. أخش أنام كويس، أبقى في نص الليل في صداع، وبعدين إيه؟ ممكن اقوم من النوم مصدع، افتكر ان ما نمتش كويس، اقوم انام تاني الصداع يزيد، اضطر اقوم بقى عشان اشوف حالي. يعني الصداع ليه مواصفات خاصه، واحنا ممكن نعرف نوعيته من خلال المواصفات اللي حضرتك بتشرحها دي دلوقتي. والاشعه المقطعيه. والاشعه المقطعيه. طيب نرجع بقى مره ثانيه يا دكتور لحاسه الشم، لانه الموضوع ده بدات الناس تلتفت ليه بشكل كبير جدا، خاصه بعد كورونا. يعني بعد كورونا بقينا ناخد بالنا كلنا من حاسه الشم، متاثره مش متاثره، احنا بنشم الروائح بشكل جيد ولا لا، ولا في عندنا مشكله. والحقيقه عدد كبير برضو من الناس مش قليل بعد ما جالهم كورونا حاسه الشم اتاثرت عندهم بشكل كبير، مش بس خلال اصابتهم بالدور، ولكن بعد انتهاء الدور بفتره فقدوا حاسه الشم. في ناس رجعت لهم حاسة الشم مرة تانية، وفي ناس تانية لغاية هذه اللحظة بيشتكوا انه حاسة الشم ما بقتش زي الاول، وان هم تأثروا جدا بعد الاصابة بكورونا من سنين طويلة، يعني من حوالي 4 سنين فاتت. الكورونا ده مرض مخلق، ولما ابتدى مرض الكورونا كنا مش عارفين ده ايه، يعني المرض ده ايه وماشي ازاي ورايح فين وجاي منين، لان هو لعبه في الهندسه الوراثيه بتاعت الفيروس. وبالتالي ابتدى يعمل حاجات غريبه جدا، ولكن هو كل المشكله كانوا عاوزين يعمل اختراق للرئه. فالميكروب عشان يروح داخل على الانف. مين اللي صنع الفيروس؟ ده بقى لما مش عارفين بقى مين اللي صنعه ده. هو فيروس كورونا موجود عندنا من زمان جدا، ولكن كان اضعف من الانفلونزا واضعف من اي حاجه.
لكن هو 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 فيروس مخلق يا دكتور ولا هو فيروس؟ الفيروس نفسه موجود ولكن ضعيف جدا. أيوة، لانه هو كان فيروس موجود من زمان ولا كان اي حاجه. اي واحد كان جاله كورونا ليومين ثلاثه خلاص خلصنا بالظبط. هم بقى لعبوا بقى في الايه، في الهندسه الوراثيه بتاعته. اه، خلوه يخترق الرئه ويجي باعراض غريبه جدا، بيجي بهمدان وخمول وصداع وحس شم وتذوق بتروح، وبعدين بعد كده الكحه، وبعد كده الرئه حقيقي. وبعد كده بيموت. فطبعا احنا ما كناش فاهمينه. لما فهمناه بقى وابتدت يحصل لي بندي تطعيمات والناس ابتدت تتعالج، ابتدى بقى الايه، ربنا بيخلي الجسم يخلق مناعه ضد هذا الفيروس المخلق. لانه اتعرف عليه اتعرف مره واثنين وثلاثه، في ناس جالها اكتر من مره بالظبط. حقيقي. ولكن ما عادش هو الوقت المتحور بتاع الكورونا دلوقتي ما بقاش مخوفنا. اه، ليه؟ هو طبعا بيخوفنا امتى؟ لو المريض ده ما سمعش الكلام، لو ما راحش كشف، طب ما هيتطور معاه. طالما انا دايما اقول ايه بقى، طالما الميكروب قدر يغلب الجسم يبقى لازم من التدخل الطبي. صحيح، لازم ياخد علاج. ما يقعدش بقى يستنى يقول لك الجسم هيقاوم والجسم هيعالج. ما يقاوحش بقى، لان هتعمل مضاعفات. وهتبقى بدل مثلا ما ياخد علاج 3 4 ايام هياخد علاج بقى شهرين ثلاثه، وفي النهايه اللي هيبقى خسران. بالظبط. طيب ناخد استاذ محمد ونرجع نكلم كلامنا، نكمل كلامنا على حاسه الشم اللي اتاثرت بعد كورونا. استاذ محمد، عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك. حضرتك يا دكتور، انا بقالي النهارده بتاع 10 سنين جيب الانتيه بتاعتيني في الموسم بتاعها اللي هو موسم الصيف، فكنت تفضل عن الموسم بتاعها من غير وجع شديد. فبعد كده عشان ثبت عليها الفتره دي كلها، السنه دي زادت معايا خالص وبقت تاثر على العين معايا. يعني انا حضرتك بقالي بتاع سنه بكشف على العين وهي الاساس اللي هي جيب الانتيه، فاكتشفت الموضوع ده متاخر، يعني ان هي مأثره على العين بالطريقه دي. اهم حاجه نعمل اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه وعلى حسب الحاله. وده طبعا اللي انت بتقول عليه ده غالبا هيحتاج جراحه، ننظف الجيوب الانفيه. وخلي بالك لما بيحصل صديد في الجيوب الانفيه ممكن هذا الصديد يقلب لفطريات وياكل العظم اللي هو بيننا وبين عصب النظر، وفي الحاله ديت ممكن المريض يفقد البصر. فالموضوع مش بسيط ومش سهل. فحضرتك لو تكرمت تعمل اشعه مقطعيه وتعرضها على استشاري انف واذن وحنجره وهيقول لك الحل ايه. بس حضرتك يا دكتور انا برتاح اكتر، معلش يعني بعمل كربونات اللي هي بتاعت الطعميه في ميه دافيه، فبتريحني يعني بتريحني يومين ثلاثه اربع ايام وارجع اعملها ثاني. هو مين اللي قال لحياتك على الوصفه دي يا استاذ محمد؟ انا شفتها على النت بصراحه يعني وجربتها. هو في عندنا حاجة بودرة كده اكياس كان بتتحط على المية وبتنظف بيها الانف، بتتكون من ملح الطعام والبوريك اسيد واللي هو البيكربونات اللي حضرتك بتقول عليه، تمام. فهي عبارة عن كل وظيفة الحاجات دي كلها، سواء مية بملح سواء محلول ملح سواء البواكي ديت ايا يكن، او مية حتى عادية، دي عبارة عن تنظيف مش علاج. انا مناخيري مليانه مخاط، بحط ميه بحط اي حاجه وبنضف مناخيري على اساس ايه؟ المخاط ده يبقى يعني اسلس في انه يخرج بشكل طبيعي. بالزبط. يعني يبقى بصوره سائله فبالتالي يخرج بشكل اسلس. اه، ولكن هي مش علاج. مش علاج، لا ده تنظيف زي ماء البحر كده، هو تنظيف برضه للايه؟ للانف، مش علاج. ده عباره عن حاجه انا بنضف بيها المناخير، يساوي برضه محلول الملح. هي بشكرك يا استاذ محمد. دكتور، عشان بس الناس ما تاخدش الوصفه دي وتعملها وتتخيل ان هي يعني علاج لمشاكلها خالص، عمر ما كان الغسول ده علاج. اه، ده غسول زي كاني بغسل وشي من رواسب مثلا عليه، او بشيل المكياج من على وشي عن طريق ان انا بغسله، ولكن هي مش هتعالج. لو انا عندي حبوب في وشي مش هتعالج. لا مش هتعالج طبعا. فبالتالي الوصفه دي هي تنظيف ولكن ليست وصفه علاجيه. طيب دكتور، هنرجع مرة تانية لحاسة الشم اللي تأثرت بشكل كبير عند بعض الناس بعد الإصابة بكورونا. حياتك قول لنا إزاي كورونا أثرت على حاسة الشم، يعني إيه اللي حصل بالظبط خلى الشخص
بعد حتى لما بيتعافى او بيتشافى من كورونا هو لسه عنده مشكله فيما يخص الشم. الكورونا عملت حاجات كتير جدا في الشم. في ناس ما الشم راح، وفي ناس الشم ضعف، وفي ناس بقوا يشموا حاجه غريبه ريحه يعني مش حلوه. يعني هي نفس الريحه، مثلا شم برفان الريحه هي هي، شم حاجه شيطه الريحه هي هي، شم او يعني ريحه مصاحباهم طول الوقت ثابته على طول. تمام. وفي ناس الريحه بقت متغيره، يعني يشم مثلا البرفان كانه حاجه مش كويسه، يشم حاجه مش كويسه كانها برفان، وهكذا. فاصبح في اضطراب جدا في العصب بتاع الشم بسبب الكورونا. نقول بقى اللي بيحصل، احيانا بتلاقي لوحده المريض بقى زي الفل تلقائيا كده، دي حقيقي حصلت مع بعض الناس. احيانا بيستمر الوضع على ما هو عليه، احيانا بيقل، ولكن احنا وظيفتنا كاطباء ان احنا ما نسيبش هذه الحاله ولازم بنعالجها، وغالبا بندي كورتيزون برضه عشان الناس ايه ما تخافش. كورتيزون، كورتيزون في حاجه اسمها رعب من الكورتيزون، وفي احيان استخدام سيء للكورتيزون. دايما انا بقول ده دواء زي اي دواء يستخدم في اوانه، والمريض ما يستعملوش منه لنفسه، لان هو ليه طريقه. انا ببتدي بجرعه عاليه وبعدين لازم اخفض جرعه الكورتيزون، اسحبها لحد لما اوقف. مثلا هبتدي بثلاث اقراص في اليوم، بعد شويه اخليهم اثنين، بعد شويه اخليهم قرص، واخليهم نص، على حسب الطبيب ما هو شايف الـ يعمل ايه. مفيش داعي اخد كورتيزون واروح موقف فجاه، تحصل مشكله في الغده الفوق كلويه، وخاصه لو في جرعات عاليه. مفيش حاجه اسمها ان انا اخد يوم واطنش يوم، الدنيا هتتلخبط. الغدد بتاعت الجسم هتتلخبط لو انا قعدت الخبط في الكورتيزون. وفي ناس بقى بتستحلى موضوع الكورتيزون واستحلى ببخاخات وحاجات زي كده. لا، انا بقول لابد ان احنا نمشي حسب ارشاد الطبيب المعالج، مش مع نفسي، لان في بلاوي بتحصل بسبب ان انا مشيت مع نفسي. طيب، كانوا بيتكلموا في القصه دي عن حقن فيتامين بي مثلا، دي حاجه من الحاجات اللي كانوا بيتكلموها ان الناس استخدمتها بشكل كبير في الفتره دي وساعدتها انه يرجع حاسه الشم عندها او ترجع حاسه الشم عندها بشكل اكبر او افضل. بتتضبط على الكورتيزون، ندي به 12، ندي فيه حاجات طبعا للاعصاب الطرفيه، ندي منشطات للدوره الدمويه بتاعه الاعصاب. دي على حسب بقى الطبيب المعالج برده ما هو شايف. انما مسموح بكل ده ان احنا نعمله. ليه؟ لان الشم حاسه مهمه جدا جدا جدا. حقيقي. مش معقول تكون حاجه بتتحرق وانا مش شامم. يعني صعب جدا جدا جدا. هي الحقيقه حتى حاسه هتنبهنا زي ما حياتك بتقول لكوارث ممكن تحصل حوالينا واحنا مش واخدين بالنا. بالظبط سيادتك. طيب، الشخص اللي يقول لك ايه يا دكتور انا مش عارف بتنفس كويس طول اليوم، هايل جدا، ولكن باجي على بالليل لما اجي انام احس ان مناخيري كانها اتسدت تماما وكانه انا فقدت قدرتي على التنفس بشكل طبيعي. احنا بنقول احتقان الانف، الانف ربنا خلقها فوق. وانا قاعد او وانا واقف الدوره الدمويه نازله على تحت. لما اجي بنام كميه الدوره الدمويه اللي واصله لرجلي هي نفس الكميه اللي واصله لمناخيري. فبالتالي هيبقى الاحتقان هيزيد. لو انا نايم الاحتقان بتاع الانف بيزيد، يبقى هنا معنى ان واحد بيقوم من النوم مناخيره مسدوده، ده معنى كده ان في عنده احتقان والتهاب في الانف، وطول اليوم سليم. طب ما ده حلو قوي، يبقى ده حكايه الموضوع ده هيخف بالعلاج. انما ليل ونهار مش سليم بيزيد مع النوم، ولكن بالنهار برده مش كويس، غالبا بيبقى فيه تضخم في الغضاريف ومحتاج تدخل جراحي. التهابات الانف في اسباب ممكن تزودها؟ طبعا. ايه هي بقى؟ الانتقال من السخن للبارد فجاه، او من البارد للسخن فجاه، التعرض للروائح الشديده. في ناس شغلتها في قلب التراب والعفار والمعادن والنار والبنزين والحاجات دي، هو شغلته كده، فده طبعا هيبقى اكثر عرضه لمشاكل الانف من غيره. وحتى السيدات اللي بتطبخ كتير في المطبخ دايما تقول الابخره اللي طالعه من يعني من الطبخ يعني دي بتعمل لها التهابات في الانف بشكل كبير.
عشان كده طلعوا الشفاطات والشفاطات دي بتبقى كويسه جدا. لو ما عنديش شفاط افتح الشباك واولع مروحه تبعد الهواء ناحيه الشباك على اساس يبقى التركيز بتاع الروائح دي ما يبقاش عالي، يبقى تركيز خفيف ما يأذيش. يعني في تركيز خفيف ما يأذيش وتركيز القوي ده بيأذي. طيب نقلق لو الالتهابات دي اتكررت يعني بشكل كبير، بقت التهابات متكرره؟ ممكن يكون غلطه من المريض نفسه بيتعرض لنفس الاشياء، واحد مدخن ومش عايز يبطل تدخين فممكن تكون بتاذيه، وفي واحد تاني واخد حضرتك بيتعرض لحاجات غصب عنه دي لازم يبطلها، لازم يحمي نفسه من التكرار. اما لو التكرار بدون سبب او لاسباب بسيطه جدا يبقى لا، لازم يعمل اشعه مقطعيه ويعمل اختبارات للحساسيه بتاعه الجسم، لان الحساسيه نوعين، في حساسيه من داخل الجسم وفي حساسيه من الخارج. من خارج الجسم دي علاجها سهل، انما اللي من داخل بيعالجها صعب شويه.